صلى الله مساءكم. القدس وعروس عروبتنا هو عنوان قصيدة للشاعر الكبير مظفر النواب. من وحي هذه القصيدة أخاطبه بالأبيات التالية: بالإذن منك مظفر النواب لن نكتفي بالشتم في الأعراب. فالقدس ليست بالعروس ولم تكن لعروبة الأوغاد والأقحاب. عورات عربان تكشف قبحها بالرغم من إخفائها بثيابي، بخيانة بانت بكل وقاحة من مجرم ومخادع ومرابي. في خدمة لوليهم وإمامهم في دولة الإجرام والإرهاب. زيف بحكام العروبة لم يعد سرا بأدراج لدى الأغراب. سقط القناع عن الوجوه بأمة قد شرفت بالأصل والأنساب. أما الذين تآمروا فأصولهم من خيبر ومسيلم الكذاب. أما فلسطين فقلب عروبة عبر الزمان على مدى الأحقاب. والقدس عاصمة لها أبدية رغما عن الأعداء والأعراب. لن يستوي عرش لطاغية سوى بشديد رد في عسير حساب. يا من خذلتم شعبنا بنذالة غضب سيأتيكم بكل عقاب. تبت أياديكم لما قامت به بمظالم قد شرعت في الغاب. أنتم ضباع قد خلت من نخوة بسمو نسر أو دني غراب. لا لن أهين حميرنا في وصفكم، أنتم براء من وفاء كلابي. بعتم فلسطين الإباء لغاصب ومقابل الكرسي والألقاب. ما قد بنيتم بالخيانة آيل لسقوطه بمزابل وخراب. فعروشكم بنيت بخزي خيانة لشعوبكم. يا معشر الأعراب لن تنعموا بالعرش يا حكامنا ما دمتم كدما لدى الأغراب. أما العروس فقدسنا قد بوركت من ذي الجلال البارئ الوهاب. القدس عاصمة العروبة طالما أم تجيء بفتية وشباب. لابد لنا